السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا عندي لفة جرلاش، عندي لحمة، طماطم، كزبرة خضراء، بصل. هنعمل فطير مشلتت بالجلاش باللحمة اللي هي زي الحواوشي يعني. وعندي زبادي، عندي نهوت سمنه على زيت على زبده وملح وفلفل اسود. هنحط هنا اهوت معلقه ملح على المكون ده، معلقه فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه حلوه كده. هندعكها كويس جدا، وبعدين هنفتح لفة الجلاش وهنشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. دلوقتي يا حبيبي انا دعكت اللحمة كويس جدا، عندي هنا اهو دي حبة ليا ان شاء الله. حطيتهم على اللحمة ما شاء الله، هندعكها برضو كويس جدا ونرجع لكم كده. حبايبي خلاص دمجت اللي مع اللحمه والمكونات بتاعتها، ريحتها طالعه جميله جدا. هنغطيها بغطا تريح شويه والمكونات تندمج مع بعضيها. انا هناخد السمنه على الزيت على الزبده، هنسيحهم شويه على النار، وناخد شويه من الزبادي هنحطها في الطبق هنا اهوت، ونحط عليها شوية من السمنة والزبدة والزيت ان شاء الله. هنسخنها شوية على النار ونرجع لكم. ودلوقتي حبايبي سخنت الزيت والسمنة والزبدة، هنحط على الزبادي شوية كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هنا عندي بقى الجلاش، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هنفرش كده، ناخد ورقة ورقة بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الجلاش طازة لأنه كان في التلاجة والله، بس بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة. هنعمل كده كله لحد ما نوصل للعدد المطلوب، وبعدين هنعمل نحط
اللحم عليه وهنشوف هنعمل ازاي مع بعض. كده يا حبايبي هنحط اللحمة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده شوية شوية. حبايبي حطيت اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى ناخد جزء جزء كده. وهكذا لحد ما نخلص الكمية برضو كلها ان شاء الله. طعمها بيكون حلو برضو قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي خلصت الصينية، فاضل كام ورقة كده احطها فوق الوش نساوي بيها الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. عندي هنا لبن هنحط كده شوية فوق الوش. دون أي شيء. ما شاء الله. هندخلها الفرن يا جماعة ونرجع لكم إن شاء الله بإذن الله. حبيبي عندي كم ورقة من الجلاش فاضلين، قصيتهم بالشكل ده هنعملهم سمبوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله.
نعمله كله بالشكل ده ونرجع لكم يا جماعه. ودي حبايبي صينيه السمبوسه اللي انا عملتها باللحمه اللي فاضله، ان شاء الله تعجبكم باذن الله، وبيطلع طعمه حلو جدا وكانه فطير مشلتت باللحمه المفرومه. اتمنى تعجبكم ان شاء الله، واشوفكم بعد ما تطلع من الفرن. وبعد ما طلعت من الفرن يا جماعه شكلها تحفه وريحتها تحفه، كانها فطير مشلتت بالظبط بالظبط، حاجه جميله جدا. تبرد هقطعها معاكم ونشوف شكلها عامل ازاي باذن الله. شايفين جمال الفطيره باللحمه؟ مورقه وجميله جدا ما شاء الله عليها، واللحمه مستويه جدا فيها وطريه زي ما انتم شايفين، حاجه تحفه والله. اتمنى ان انتم تجربوها بالطريقه دي، جميله جدا. واشكركم واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.